جاني بالحلم، ذكرني بالترمس اللي نقعه، كأنه عم بيقول لي قومي اشتغلي. مرحبا، واضح اسمي ديالا العريدي، عمري 25 سنة، من بيسور، لبنانية الجنسية. ويربط شخص بالدانة ويعرفوا ما أنا الحب أكثر من كل المعارف. عايشوا مع بعض. قبل ما يتوفى كنا مقررين أنا وياه إنه نفتح بسطات عرميس وترمس، وهلا عم كفي الحلم أنا وياه سوا. بعد ما توفى بكم شهر توظفت أنا سيكوريتي بشويفات. كنت بعاني بالصدمة إنه جنيد مات وخلص كل شيء بالنسبة لإلي. جاني بالحلم، ذكرني بالترمس اللي نقعه، كأنه عم بيقول لي قومي اشتغلي. قال لي في 5 كيلو ترمس، ما تخليهم يعفنوا، قومي اعملي بسطة. جنيد كان عمره 12 سنة قبل ما يتوفى، بس بالنسبة إلي كان شاب، طفل طموح، بحب يساعد عائلة، بس حب يساعد أهلي. حطيت وجع موت خيي، بعدني ما وعيت من الصدمة أصلاً، بعتبره بعده موجود. أنا كل يوم عشية بروح بقول له أنا اليوم هيك طلعت، اليوم هيك اشتغلت. نهار الافتتاحية كمان الفود تراك خبرته أنا فتحت البسطة، رحت حطيته بالصورة بكل شيء كأنه بعده موجود، وغنيت له الغنية كمان اللي عملت له إياها على قبره. أنا انكسرت، أنا انهجرت، أنا كلي مش أنا، أنا تعبت، أنا مليت، بعدك ما عرفت انهنى. ضحكته، اشتقت لكل شيء فيه، الله يرحمه. إن شاء الله بكل خطوة عم بخطيها يكون هو مبسوط وفرحان وفخور.